تتابعون برنامج كورة مع تركي العجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية، معكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. عيد وأعضاؤه يجتمعون الأحد القادم، وكورة يكشف رفض الاتحاد لزيادة الأندية. الرابطة وركاء يطلقون على جوائز الموسم أسماء الراحلين، ودور الثمانية لكأس الملك يكتمل. جارتس يكشف عن عداوته للاتحاد، والقروني يعود لتدريبات العميد بعد الوعكة الصحية. الشباب يجند أسلحته لهزيمة ريان قطر، ومحمد حسين يقود دفاع النصر لموسم آخر. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شو. حياكم الله. يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعا يوم الأحد القادم، وذلك لبحث كافة التطورات المتعلقة بكرة القدم السعودية برئاسة أحمد عيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي. وسيناقش الأعضاء سقف رواتب اللاعبين إما بالمصادقة على هذا القرار من عدمه، كما سيتم مناقشة آلية إشراك اللاعبين الأجانب من مواليد المملكة لمشاركتهم في دوري الدرجة الأولى. وتشير مصادر كرة وبنسبة كبيرة بأنه سوف يتم رفض طلب الأندية الاثنى عشر الذين خاطبوا أحمد عيد بضرورة زيادة أندية جميل من 14 فريقا إلى 16. أعلنت رابطة دوري المحترفين لأندية الدرجة الأولى بالتعاون مع شركة ركاء القابضة عن مسميات جوائز دوري ركاء لهذا الموسم، التي ستقدم للمتميزين في الحفل السنوي الذي سيقام نهاية منافسات الموسم الجاري لتكريم بطل دوري ركاء. وتم تحديد أسماء الشخصيات الرياضية التي ستحمل جوائز دوري ركاء لهذا الموسم، أسمائهم عرفانا وتقديرا من رابطة دوري المحترفين ومجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى وشركة ركاء القابضة بما قدموه للرياضة السعودية على مختلف الأصعدة، وذلك امتدادا لما قامت به الرابطة وشركة ركاء القابضة في حفل الموسم الماضي. أكد البلجيكي إيريك جيرتس مدرب الأخوية القطري بأنه كان يعتبر نفسه عدوا لدودا لنادي الاتحاد عندما كان يدرب الهلال في المملكة العربية السعودية، وكانت مبارياته أمام الاتحاد في غاية الأهمية. وأضاف: أنا أعلم بأن نادي الاتحاد في البطولة الآسيوية مختلفا تماما عن الفريق الذي يلعب في بطولة الدوري التي فقد فيها المنافسة على البطولة، ولكن الاتحاد في البطولة الآسيوية يقدم مستويات أفضل. وحول رؤيته للفريق الاتحادي الحالي واختلافه عن السابق عندما كان متواجدا في المملكة، قال: لا شك بأن الاتحاد تغير بشكل كبير عن السابق، وهناك العديد من اللاعبين الشباب الذين لا أعلم كم عددهم، ولكن بصفة عامة هم لاعبين جيدين يحتاجون للوقت، وأتوقع أن يكون للاتحاد مستقبل جيد مع هؤلاء اللاعبين. يخوض فريق الشعلة غدا الثلاثاء مواجهة الإياب ضد فريق المحرق البحريني ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الأندية الخليجية 29، وذلك على ملعب نادي الشعلة في مدينة الخرج. وقد تمكن فريق المحرق البحريني هزيمة الشعلة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل في اللقاء الذي خاضه الشعلة في مملكة البحرين. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إجراء قرعة بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة دورة الصعود المؤهلة لبطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم، وذلك ظهر يوم الخميس القادم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. هذا وقد عممت الأمانة العامة بالاتحاد إلى الأندية المتأهلة لتكليف مندوبيها لحضور القرعة. كانت هذه أخبار شو. عودة مجددا للزميل تركي العجل. شكرا تركي، شكرا للزملاء. اسمحوا لي في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو سعد الكريم الفالح الكاتب الصحفي والناقد الرياضي. أبو هاي، أهلا وسهلا فيك. حياك الله تركي، مساك الله بالخير، والله يمسي المستمعين والمشاهدين الكرام، ومسي على زميلنا العزيز الأستاذ علي الزهراني. علي مساء الخير، هلا وسهلا فيك. مساء الخير تركيا، مسي عليك ومسي على الزميل العزيز عبد الكريم وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام. سعيد جدا بتواجد معك. اهلا وسهلا فيك. عندنا هذا الموضوع راح احكي عنه قبل الفاصل الجاي، موضوع مهم وفي معلومات راح نحكي عنها قبل
الفاصل. وواحد من الأشياء المهمة اللي لازم الجميع ينتبه لها، راح أعطيكم تفاصيلها، تفاصيل هذا الشيء اللي معانا اللي شايلين أنا وبوهية، بس علي طبعا في جدة مش معانا، لكن هو أكيد يشاركنا في الموضوع، حنحكي عنه قبل نهاية قبل بداية الفاصل الجاي. في كثير أخبار وكثير مواضيع، لكن اليوم خبر جوائز ركاء. ركاء جماعة، يعني الجماعة اللي في ركاء بصراحة رهيبين، يعني قادرين يعطون دوري الدرجة الأولى خلينا نقول زخم وتنظيم وأضواء. عندهم جماعة ملتزمين نهاية كل موسم في حفل سنوي متعدد الفروع والمسميات، راح أقول لكم يعني. وترى الوفاء حلو، الوفاء لبعض الأسماء ترى جميل وحلو. أسماء الجوائز اللي راح تنظمها ركال هالموسم في الدرجة الأولى: اسم رئيس لجنة الحكام السابق، هذا اختيار أسماء الجوائز، مثيب الجعيد رحمه الله لجائزة أفضل حكم ساحة، واسم الحكم المساعد السابق صالح غلام رحمه الله لجائزة أفضل حكم مساعد، واسم مهاجم المنتخب السعودي ونادي الرياض السابق فهد الحمدان رحمه الله لجائزة هداف دوري ركاب، واسم حارس المنتخب السعودي ونادي النصر السابق مبروك التركي رحمه الله لجائزة أفضل حارس، واسم لاعب نادي الطائي السابق رمضان الجميل رحمه الله لجائزة أفضل لاعب. أما جائزة أفضل معلق في منافسات دوري ركاء لهذا الموسم فقد فتم اختيار اسم المعلق حافظ جمعة يرحمه الله، واسم المذيع والمراسل التلفزيوني الإعلامي غالب كامل لجائزة أفضل مراسل تلفزيوني. وستقوم رابطة المحترفين خلال الفترة المقبلة بتحديد مكان وزمان إقامة الحفل التكريمي السنوي لبطل دوري ركاء لهذا الموسم. طبعا ما نبغى ننسى أحمد العقيل في الموضوع، والجماعة في ركاء نظموا المسألة كده ورتبوها حلوة. يعني هي دائما الأفكار الجديدة هي اللي تعطي أي دوري وأي مسابقة أو نشاط تعطيها طابع خاص وتعطيها أضواء أخرى. يعني التذكير بالذين فقدتهم الرياضة مثل مثيب الجعيد وفهد الحمدان ومبروك التركي رمضان الجميل وحافظ جمعة وغالب كامل، غالب كامل لا يزال حيا يرزق يعني، ولكن الله يعطي العافية آمين، ولكن الوفاء له مطلوب، مش فقط أنه نكون أوفياء للأموات عندما يموتوا ولكن أيضا للأحياء. فالأحياء حتى سعيد العويران عنده تكريم في الحفل، ومعلنوا من خلال البرنامج أنهم راح يكرمون سعيد العويران. شيء جميل أنه إعطاء برضو الأحياء هذا الوفاء، هذه اللمسة من الوفاء، وكما يعطى الأموات. وإحنا فقط بس أنا أقول أنه ما ننتظر حتى يموت الناس عشان نكرمهم، ولكن لازم أن نكرمهم في حياتهم، فالتكريم في حياتهم يكون لهم يسعدهم كثيرا. وأيضا ولكن تكريم الأموات اللي قدموا للرياضة الكثير سواء حكام أو لاعبين هذا شيء مطلوب. وأتمنى أن تكون الفكرة أيضا مش لدوري الدرجة الأولى ولكن أيضا لدوري عبد اللطيف جميل ولجميع الأنشطة سواء كرة القدم أو اللعبات الأخرى. طيب علي إيش رأيك في الخطوة؟ خطوة أنا أعتقد درك موفقة جدا وما هي غريبة بصراحة، يعني خليني بعيدا عن لو أخذناها من جانب إعلامي أعتقد أنها محاولة لترويج ما يدور في دوري الدرجة الأولى، ولكن الواقع أنه للأسف نحن كإعلاميين كافة الوسائل الإعلامية المرتبطة بالشان الرياضي مقصرة تقصير كبير جدا تجاه هذه الأندية وتجاه هؤلاء العاملين. بصراحة دوري ركاء أو العاملين في هذه الدرجة لديهم من الأفكار النيرة، لديهم من العمل الجيد، لديهم من القدرة على إثبات التواجد والوجود الإداري الشيء الكثير. المسألة ليست مسألة تكريم هؤلاء اللي خدموا الرياضة سواء حكام أو معلقين أو لاعبين يعني ارتحلوا عن الحياة، ولكن في آلية العمل اللي يحيط بهذه الأندية بصراحة هناك كفاءات وقدرات غيبت وغابت عن وسائل الإعلام، لأننا للأسف الشديد دائما تركي نتجه صوب الأضواء صوب الأندية الأربع الكبار، الوهج الإعلامي دائما ما ينصب في هذا الاتجاه، بينما
لو نظرنا إلى الرياضة التكاملية أنا أعتقد أن هذه الأندية لديها كوادر إدارية، لديها أفكار نيرة، لديها أيضا من النجاحات ما قد يفوق ما هو متواجد في بعض الأندية الكبيرة. الشيء يمكن أستشهد فيه أو أقرنه مع هذا التوجه ما رأيناه أيضا في من فريق الدرجة الثانية الزلفي حينما قدم نموذج في عملية التنظيم، حتى الأمير نواب بن فيصل في آخر حديث له استشهد بأنه هذه البادرة الإدارية والخطوات التنظيمية وهذه الكفاءات من الممكن أن يستفاد منها واستخدامها في منظومة العمل لدى الاتحاد السعودي أو رعاية الشباب في المستقبل. فأنا أعتقد أنه علينا كإعلاميين أن نتجاوز الثناء والإشادة والوقوف جنبا إلى جنب مع هذه الأندية لأن لديها قدرات إدارية وأيضا حتى على صعيد المستوى الفني. أنا أجزم تماما أن هذه الأندية متى ما وجدنا لها الاهتمام والرعاية والدعم الكافي ستقارع الأندية الكبيرة، وأكبر دليل ما نشاهده الآن في من تنافس مثير على صدارة ترتيب دوري ريكا. أنا أعتقد أنه هناك واجهة عمل مشرقة تحتاج منا كإعلاميين بكافة الوسائل سواء مقروءة أو مرئية أو مسموعة تسليط الضوء على الأقل من مبدأ الإنصاف مقارنة بما يحدث لدى الأندية الكبيرة. اليوم كان في حديث للأمير عبد الرحمن بن مساعد، كان هو يعني المادة الدسمة لمواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، كان تصريح الأمير عبد الرحمن بن مساعد في عدد من الجوانب، لكن اللي أثار خلينا نقول رد الفعل هو حديثه عن المنافسة مع نادي النصر وعن الدوري، وراح نقول نصا كما هو موجود، وعن منافستهم على الدوري وحظوظهم فيه قال: الدوري ليس بيدنا وأمالنا فيه مرتبطة بتعثر المنافس كما تعثرنا نحن من قبل، وسنسعى بكل قوة للفوز في جميع المباريات المقبلة. وأنا أعود وأكرر أن النصر قدم مستويات مميزة تستحق الإشادة هذا الموسم واستطاع تحقيق كأس ولي العهد على إثرها، ولكن هناك على الأقل 5 نقاط في الدوري أضيفت له بشكل غير مستحق وتحديدا في مباراتي الشباب والعروبة، ولن أذكر جميع المباريات التي فيها أخطاء لأنه قد يكون هناك أخطاء أيضا حسبت لنا، ولكن المباراتين حدث فيهما أخطاء كوارثية أضافت له 5 نقاط، ومن المفترض أن يكون الفرق نقطة واحدة حسب المنطق. وأضاف: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة، إذا لم تكن بالشكل الذي رأيناه هذا الموسم من أخطاء مكررة وكوارثية ولا تعتبر جزءا من اللعبة، وهذا الموسم تحديدا الأخطاء التي حصلت لنادي النصر كانت أكثر بكثير من الفرق الأخرى، وإذا انتهى الدوري بفارق 2 أو 3 نقاط فأعتقد أن الدوري يكون قد سلب من الهلال هذا الموسم بأخطاء الحكام وليس شرطا أن يكون متعمدا. أبو هيئ، أنا ما أعتقد يا تركي أن الدوري سلب من الهلال بأخطاء التحكيم. ليش؟ لأنه التحكيم في هذا الموسم التحكيم السعودي هو يعني ليس بالمستوى المطلوب، والتحكيم شمل جميع الأندية سواء الهلال أو النصر. يعني إذا كان سمو الأمير عبد الرحمن يقول أنه النصر استفاد من أخطاء التحكيم فإن الهلال استفاد من أخطاء التحكيم. يعني في مباراة الاتفاق في الدور الأول كان استفاد الهلال من أخطاء التحكيم، مباراة التعاون في الدور الأول استفاد الهلال منها، مباراة العروبة أيضا وزيادة الوقت هذا استفاد منها الهلال. لا بس هو يقول الأمير، خلنا أوضح لك، يقول الأمير هنا في جزئية يقول أضاف: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة إذا لم تكن بالشكل الذي رأيناه هذا الموسم من أخطاء مكررة وكوارثية ولا تعتبر جزء من اللعبة. هو يتحدث عن أخطاء ليست جزء من اللعبة، هي في الأخير قال أنه وليس شرطا أن يكون متعمدا. أوكي أوكي، حتى الهلال ترى استفاد بأخطاء كوارثية، يعني ما قدام الاتفاق وضربة الجزاء ما كانت بذاك الوضوح، قدام التعاون أيضا العروبة لما زيادة الوقت. فالأخطاء التحكيم شملت كل الأندية وليس النصر فقط. صح أنه النصر يعني استفاد من أخطاء التحكيم، ولكن الهلال استفاد أيضا وأندية أخرى استفاد. إيش تفهم من تصريح الأمير عبد الرحمن؟ يعني تصريح هو تصريح، كل تصريحات رؤساء الأندية يحاولون تبرير مواقفهم. هذا التصريح موجه لأي جهة؟ موجه للرأي العام ولا موجه للنصراويين ولا موجه للجمهور الهلالي؟
أنا أعتبر الجمهور الهلالي بصفة أكثر وللرأي العام أيضا، لأنه الهلال يعني فقد كثير من النقاط في الدوري، والدوري قريب من النصر بصورة أكبر، يعني يتبقى للنصر فقط 4 نقاط ثم يفوز بالدوري بغض النظر عن نتائج الهلال. فمثل ما قال سمو الأمير عبد الرحمن أنه الهلال ينتظر ما ستسفر عنه نتائج فريق النصر الفريق المنافس، وكان من المفروض عن الهلال على الهلال أن يفوز في عدد المباريات اللي كانت قريبة من يده، يعني نتيجتها كانت قريبة من يده، كثير من المباريات فرط فيها، ويعني فرط فيها بمستوياته بتدخلات مدرب الفريق، كان واضح جدا أنه فرط فيها تفريط كبير. فما هو الحكام فقط اللي أبعدوا البطولة كثيرا عن الهلال، وإنما أيضا الهلال نفسه أبعد نفسه عن البطولة، التحكيم أيضا، الفرق الأخرى كالهلال وغير استفادوا من التحكيم، لأنه أخطاء التحكيم في الموسم هذا كانت واضحة جدا. طيب علي، إيش رأيك في التصريح؟ إضافة الكلام الزميل عبد الكريم، أنا أعتقد أنه هذا الخطاب طبعا الإداري المسؤول من الإدارة الهلالية هو امتداد لتصريحات مماثلة وسابقة لأغلبية رؤساء الأندية في السنوات وفي العقود الماضية. لكن خلينا نتوقف على نقطة التحكيم اللي هو رأس القضية. أنا بصراحة يمكن هذا الموسم شهدت الملاعب السعودية ونزالات الدوري الكثير من المساوي صراحة في الكثير من القرارات التحكيمية، وبالتالي كان الصخب والصوت المرتفع لا يرتبط فقط برؤساء الأندية ولا بالإعلام، حتى الجماهير الرياضية يمكن أجمعت على أنه التحكيم هذه السنة يسير بالاتجاه الخاطئ وساهم في تغيير الكثير من نتائج المباريات. لكن في المقابل إذا تحدثنا باللغة الإعلامية المنصفة والصادقة، لا يجب بأي حال من الأحوال نلغي قوة النصر وتفوقه على اعتبار أنه برز كفريق قوي من حيث التكامل العناصري من حيث النتائج، ولكن إذا تحدثنا عن جانب الاستفادة التحكيمية، نعم هناك مباريات استفاد فيها النصر من الصافرة أسوأ بما حدث أيضا مع بقية الأندية، يمكن حتى الهلال استفاد، الاتحاد، الأهلي، جميع الفرق، يمكن حتى لو خصصت فريق وضعته في ميزان المقارنة مع بقية الفرق، أنا أعتقد التعاون يظل هو الفريق الأكثر يعني تضررا من صافرة الحكام، لأنه في أخطاء كبيرة حدثت وكان هذا الفريق هو المتضرر بشكل كبير جدا. لكن مسألة أن ندخل في الضمائر، ندخل في الذمم ونتهم هذا التفوق النصراوي على اعتبار أنه هناك مساعدة أو محاباة من قبل التحكيم، فما أعتقد أنه فيها نوع من القسوة، ولكن أعتقد أنه النصر استفاد استفادة كبيرة من الأخطاء التي حدثت، لكن ذلك لا يقلل من أن النصر استطاع أن يقدم نفسه كفريق أفضل من حيث مستويات من حيث نتائج والصدارة المستحقة للدوري، وكذلك من خلال تحقيق لبطولة كأس ولي العهد، لأن الفريق في تكامل عناصري وفي عمل جيد إداريا وماليا، والمكانة التي وصل إليها النصر أنا أعتقد أنها بجدارة واستحقاق. لكن في الجانب المتعلق بالتحكيم، أنا أعتقد أنه النصر استفاد مثل ما استفادت فرق أخرى. لو أخذنا سياق التحكيم، أنا أعتقد التركي يمكن حتى في سنوات مضت وأكثر من تقريبا 10 سنوات والأهلي كان يعاني أيضا من صافرة التحكيم، وسبق أني قلت هذا الكلام وكتبت هذا الكلام، ولا يمنع عبر برنامج كرة أني أقوله، لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما وصلت صافرة الأخطاء التحكيمية أن تصل إلى مستوى ما أقدم عليه الحكم السابق عبد العزيز الدخيل في موسم من المواسم، ولا يمكن أيضا نتناسى ما حدث للأهلي في مباريات في المباراة النهائية لكأس المؤسس. هناك أخطاء كوارثية، لكن طريقة التعاطي والتعامل معها يختلف من إدارة. نفس السؤال إلى إدارة اللي سألت أبو هيا، التصريح هذا موجه لمن أكثر، للنصراويين ولا للرأي العام ولا للجمهور؟ أنا أعتقد
لا أنا أعتقد أنه موجه بشكل عام للجماهير بالدرجة الأولى، للجماهير الهلالية لأنها هي المعنية بالأمر. يمكن أنا أتفق أيضا مع الزميل عبد الكريم في أن الهلال يعني فرط كثيرا في نقاط كانت كفيلة بأن يعني تساعده لأن يكون في صدارة الترتيب. لعل أبرز هذه النقاط هي خسارته من الرائد على أرضه بين جماهيره، أيضا تعادله مع الشعلة بهدفين لهدفين، يعني أربع نقاط كانت كفيلة بأن تقلص على الأقل الفارق بين الهلال والنصر في سباق المنافسة على صدارة الدوري. طيب قبل ما نروح الفاصل وين أيوة لا تنسى وعدت نعم أحس يعطيك خيرها مبادرة من جمعية الأطفال المعوقين، هذه مبادرة أطلقها الأمير سلطان بن سلمان رئيس جمعية الأطفال المعوقين واللي احنا شايلين شعار، وهذه المبادرة مش زي أي مبادرة يعني ممكن تصير في أي وقت، هذه مبادرة مستمرة لمدة 3 سنوات، انتقلت من مبادرة بسيطة إلى وراحت إلى المدارس والشوارع، وحتى صار فيها برنامج تلفزيوني يقدمه زميلنا صلاح غيدان على التلفزيون السعودي اسمها يعطيك خيرها. المثير في الموضوع هو الأرقام، أو المحزن في الموضوع مش مثير هو الأرقام اللي موجودة. الأرقام مخيفة، 30% من الحالات في المستشفيات، 30% من الحالات في المستشفيات هم من مصابي وضحايا الحوادث المرورية، يعني إذا في 100 مريض في المستشفى 30 واحد منهم حوادث. والله واجد 80% من الإعاقة الحركية المسجلة هي نتيجة الحوادث المرورية، 80% من الإعاقة الحركية المسجلة هي نتيجة الحوادث المرورية. أرقام مخيفة، أرقام مفزعة، يعني أرقام خليتنا في صدارة العالم، يعني إحنا من أحسن الدول اللي نذبح أنفسنا بالسيارة. 72% من وفيات الحوادث المرورية هم في ريعان الشباب والعطاء، 72% من وفيات الحوادث شباب. 40,000 مصاب سنويا نتيجة الحوادث المرورية، 40,000 يوميا، عندنا 20 حالة وفاة بسبب الحوادث، أكثر من 1400 حادث مروري يوميا في المملكة، 1400 حادث، وعندنا 35 إعاقة جديدة نتيجة الحوادث المرورية كل يوم. يعني كم في 35 حالة جديدة و20 حالة وفاة. راح أقول لكم على شغلة، الطائرة الماليزية اللي كل العالم يتكلم عنها اليوم واللي هي سقطت، هي اختطفت، فيها 200 تقريبا أو أكثر عدد الركاب. تخيلوا إحنا عندنا بحسب الأرقام ما يعادل شهريا طائرتين تسقط ويموت كل اللي فيها. يعني شوف العالم كيف يضج أو تضج الدنيا على طائرة واحدة في شرق الكرة الأرضية. تخيلوا لو إحنا لا سمح الله عندنا كل شهر طيارتين تطيح بركبة، إحنا الأعداد عندنا بهذا الشكل في المملكة. ما أعرف وش اللي يعني ساهر وتدبير المخالفات وكل شيء يتسوى، بس يبدو انه احنا محتاجين شيء اكبر من اللي قاعد يصير. انا ما عندي افكار، بس انه واضح انه لازم ناخذ خطوه حقيقيه صارمه وحاسمه، لانه ارواح الناس مش لا في اماكن مخصصه للتفحيط فيها امان ومعتمده ورسميه، ورحنا زرناها احنا اكثر من مره. اللي عنده شويه جنون يروح لها الاماكن وباسعار معقوله، اصلا اللي عنده سياره يبغى يفحط فيها يقدر يدفع تذكره المشاركة في هذا المكان المنظم المرتب اللي فيه وسائل الأمان والسلامة. لكن هذه الأرقام أنا متأكد كل واحد يشوفنا الحين ويتابع البرنامج، كل واحد في كل بيت يا عندهم حالة وفاة أو يعرفون أحد يقرب لهم أو جار لهم عنده حالة وفاة من حوادث السيارات. هذا لازم يكون هم وطني. احنا في برنامج كورة ندعم هالمبادرة وبكل قوة، ونحط يدنا بيد القائمين عليها أنه يجب أن يتوقف أو على الأقل تقل الأرقام، لأنه هذه أرقام حقيقية مفزعة. إحنا من أكبر دول العالم في قتل النفس بالسيارات. أبو هيا، هو شيء مؤسف فعلا، ويجب فعلا أن يتوقف الموت بالنسبة لهذه الحوادث.
احنا اقل ناس نلتزم بوسائل الامان في السياره. يعني هل شفت لما تطلع مثلا من هنا شوف اللي يسوقون السيارات تشوفهم رابطين حزام الامان؟ ما تشوف. كل اللي تشوف التهور في الشارع، للاسف شارعنا متهور، ولا بد ان ندرس اسبابها. هذه الارقام لو بدنا نطلعها امامنا وندرس اسبابها، ليه 30% من الحالات في المستشفى حوادث مرورية؟ ليش 80% من الاعاقه الحركيه حوادث مروريه؟ هذا رقم مفزع. كيف نوقف هذه الارقام؟ كيف نوعي الناس بهذه المأساة؟ أنا أعتبرها مأساة كبيرة لما 72% من الوفيات هم في ريعان الشباب. إحنا قاعدين نفقد شبابنا بسبب تهورهم هم. يعني أنا أقول للشباب، يعني ناظروا طالعوا هذه الأرقام وانتبهوا، لأنكم حتفقدون أرواحكم وحتفقدون أرواح أعزاء لديكم وأعزاء لدى أناس آخرين لما أنتم تسرعون، لما أنتم ما تلتزمون بوسائل الأمان، لما يكون في 20 حالة وفاة يوميا في السعودية من حوادث السيارات. هذا رقم مخيف. يعني لما تجمع كم في الشهر، كم في السنة، هذا شيء مخيف جدا. فلا بد أنه ندرس إحنا الأسباب 1 2 3 ونعالجها. أنه لابد أنه هذه الحملة أيضا أن يكون فيها دراسات وحلول، وأن تضع الحلول أمام الشباب، أن تتم استضافة الشباب ليتحدثوا عن هذا الموضوع، أن تتم استضافة اللي صار لهم إعاقة حركية ليتحدثوا عن هذه الحوادث. يا جماعة احنا في خطر من السيارات، أولادنا وأحبابنا في خطر من السيارات، فلا بد أن احنا نضع حد لهذا الموت، وأنه احنا نعطي السيارات نأخذ منها الخير وليس نأخذ منها الشر. يعني فعلا يعطيك خيرها مو يعطيك شرها. توقفوا عن الموت فقط من أجل ألا تسرعوا في السيارات، أن تلتزموا بوسائل الأمان، هذا هو المطلوب. علي، إذا عندك تعليق على الموضوع، على الحملة. طبعا أرقام لغة الأرقام كافية ومحزنة يا تركي، لكن بصراحة يمكن صلة الربط المهم اللي يجب أن نتوقف عندها هي السرعة. أنا أرجع وأقول أنه لو كان هناك عقوبات رادعة وقوية تصل إلى حد السجن تجاه المتهورين الذين يقودون السيارة بتهور تام، يؤذون أنفسهم ويؤذون الآخرين، أنا أعتقد يمكن حجمنا كثيرا من هذه الحوادث، وقلصنا كثيرا من هذه الأرقام المتسارعة والمتفاقمة بشكل كبير. لكن أرجع وأقول أنه في قصور كبير من قبل المرور وهو الجهة المعنية بالأمر. لو كانت هناك عقوبات رادعة تجاه السرعة تحديدا، على الأقل تكون هناك عقوبة السرعة السجن لأيام لأسبوع على سبيل المثال مع غرامة مالية باهظة، صدقني سنكبح جماح هذا التهور وهذه السرعة. أضف إلى ذلك أنه ضرورة إيجاد التثقيف وتنوير المجتمع ويعني السائقين لمثل هذه الأمور، أنا أعتقد مطلب ليس من جانب وسائل الإعلام، بل حتى من الأسرة، من الجامعة، من المدرسة، من أعيان الحي، لأنه يجب يكون هناك يوم تتوحد فيه كل الرؤى من أجل تثقيف الشباب بمخاطر قيادة السيارات، لأنه الرقم مهول جدا. وربما يمكن حتى هذا الشعار أو هذه الحملة الوطنية اللي تبنيتها تركيا عبر هذا البرنامج، نتمنى أيضا أن يكون لها امتداد لدى البرامج الأخرى، لدى الصحف، لدى الكثير، لأنه بصراحة الهم هم وطني في المقام الأول. وبالتالي إذا ما سارنا إلى هذا الأمر، أنا أعتقد ربما تكون هذه الأرقام مفجعة بشكل أكبر في القادم من الأيام لا سمح الله. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لي ولكم وللجميع. آمين. واحد يقول لي نتباكى على الوفيات من الحوادث، وبنفس الوقت هناك من ينتقد ساهر
وينعته بينه جبايه للأبو أصلا ما بقى حلو يعني عارف يعني مع هالأرقام أنت تتكلم عن 20 حالة وفاة كل يوم 35 حالة إعاقة يوميا ما عاد في حلو. أنت تتكلم عن طيارتين ما يعادل طيارتين تطيح بكل اللي فيها محتاجين صرامة أكثر عقوبات أكثر محتاجين صرامة أكثر على موضوع لأنه الواحد طالع في أمان الله ورايح الدوام ولا رايح البيت ويجيك شاب متهور مستهتر ويروحك أنت وعائلتك ولا أنت وأحبابك ولا وأنا متأكد كل واحد يتابع البرنامج الآن ويشوف إلا ما يذكر أحد جاء الآن في باله يا جار يا صديق يا قريب إلا ما يكون في عنده أحد راح بحادث سيارة. في أربع بنات في أعمار 14 13 12 عند الدوار ماشيين جاء واحد ضربهم ماتوا كلهم أمهم قاعدة تقول يا ليت ربي خلالي واحدة بس يعني شيء مؤسف والله ويخلي العين تدمع. احنا مع الحملة قلبا وقالبا حملة يعطيك خيرها مبادرة من جمعية الأطفال المعوقين. فاصل قصير بعد هنا العميد في ضيافة الأخوية آسيويا والشباب يجند أسلحته لهزيمة ريان قطر. عيد وأعضاؤه يجتمعون الأحد القادم وكورة يكشف رفض الاتحاد لزيادة الأندية. الرابطة وركاء يطلقون على جوائز الموسم أسماء الراحلين ودور الثمانية لكأس الملك يكتمل. جيرتس يكشف عن عداوته للاتحاد والجروني يعود لتدريبات العميد بعد الوعكة الصحية. الشباب يجند أسلحته لهزيمة ريان قطر ومحمد حسين يقود دفاع النصر لموسم آخر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمسلمة تنفذ المملكة العربية السعودية مسلمة الكريم الفالح مسلمة علي الزهراني ومضيفة حلقة الليلة. بكرة راح تبدأ المواجهات السعودية في البطولة الآسيوية. عندنا عدد من اللقاءات بين الأندية السعودية والقطرية وإحنا في هالجولة عندنا مواجهات سعودية قطرية في البطولة الآسيوية. خلينا نشوف بطاقة لمحصلة النتائج في مواجهات الأندية السعودية والأندية القطرية في البطولة الآسيوية. تابع. تشهد الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي أربع مواجهات قوية تجمع الأندية السعودية بنظيرتها القطرية. هذه المباريات هي استمرار للتنافس السعودي القطري في هذه البطولة والتي يمتد تاريخها ليقارب 30 عاما. تاريخ مواجهات الأشقاء يقول أن الأندية السعودية قابلت نظيرتها القطرية في 50 مناسبة كانت الكفة فيها للأندية السعودية ب25 انتصارا فيما تفوقت الأندية القطرية في 14 مباراة أما التعادل فكان حاضرا في 11 مواجهة. وخلال المقابلات 50 استطاعت الأندية السعودية أن تزور الشباك القطرية في 82 مناسبة بينما كان عدد الزيارات القطرية لشباك الأندية السعودية 51 مرة. أولى المواجهات التي جمعت الأشقاء كانت يوم 13 أكتوبر عام 88 و900 ميلادية عندما التقى السد القطري نظيره الاتفاق السعودي في مباراة لحساب المجموعة الثانية وانتهى اللقاء لمصلحة السد بهدفين لهدف. أما آخر اللقاءات فكان يوم الأربعاء الموافق 22 مايو عام 2013 وجمع بين الأخوية القطري والهلال السعودي في مباراة الإياب للدور الثمن النهائي للبطولة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين. يتفوق الأشقاء في قطر في عدد الأندية المشاركة في البطولة أثناء المواجهات بينهما حيث شاركت 7 أندية هي السد والريان والعربي والغرافة وأم صلال والإخوية والجيش. أما الأندية السعودية فشاركت ب6 أندية هي الهلال والاتحاد والنصر والشباب والأهلي والاتفاق وستشهد هذه الجولة تساوي الكفتين عندما يقابل الفتح نظيره الجيش. طيب هذه محصلة المواجهات السعودية
القطرية. خلينا نشوف مباراة الغد راح تكون الأولى ما بين الاتحاد والأخوي المتابع. في دوري الأبطال الآسيوي يلتقي عميد الأندية السعودية بالأخوي القطري، حيث المواجهة الثالثة التي يخوضها الاتحاد في هذه النسخة. اتحاد جدة المنتشي بعد انتصاره على عين الإمارات في الجولة الثانية يسعى لمواصلة حصد النقاط في قطر والمضي قدما في أقوى البطولات. في المقابل الأخوية والذي اكتفى في الجولة الماضية بنقطة من تراكتور إيران يريد كسب نقاط الاتحاد، وخاصة أنه يلعب على أرضه وبين أنصاره، مواجهة قوية وقوية جدا. فمن سينتصر، الأخوية أم الاتحاد؟ وهي الاتحاد الأخوي القطري. طبعا الاتحاد يحتل المركز الثالث في البطولة بفارق نقطة واحدة فقط عن المصدر اللي هو تركتور. بالنسبة للمجموعة المعطيات الاتحاد هي معطيات فنية جيدة، لاعبين جيدين شباب قادر يعني على 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 الفوز على الأخوية. صحيح الأخوية فريق قوي، ولكن ولو أنه محتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، ولكن يجب عدم الاستهانة بالأخوية. في الشوط الثاني من المباراة الماضية من قدام العين الاتحاد قدم مباراة قوية وجيدة، قلب النتيجة من خسارة بهدف إلى فوز بهدفين، وهذا دليل على أن الاتحاد قادر على مواجهة أي فريق والفوز عليه، لأنه يمتلك لاعبين جيدين وموهوبين في جميع المراكز. صحيح أن حراسته يعني تأثرت بغياب الحارس الأساسي، ولكن دفاعه ووسطه وهجومه خصوصا يملك يعني في خط الهجوم احد هداف الدوري اللي هو مختار فلاتة، والقادر على تسجيل ابسط الفرص، وشاهدناه في مباراة العين يسجل برأسه ويسجل بقدمه، ولديها ايضا اللي يعزز مكانته في الهجوم. سهل على الاتحاد ولا صعب؟ والله شوف، هي أنا أعتبرها أسهل من مباراة العين، ولكنها زي ما قلت يجب عدم الاستهانة فيها. لكن الاتحاديين قادرين على أنهم يتجاوزون هذه الخطوة وهذه المرحلة، وقادرين، وإحنا نتمنى طبعا أنه تركتور يتعثر ويفوز الاتحاد، ومن ثم يصبح الاتحاد في الصدارة في المركز الأول. علي، الاتحاد والأخوية القطري. لا شك هي منعطف مهم جدا خصوصا للاتحاد. يعني الآن يمكن لو ضعت عنوان للاتحاد تحديدا في البطولة وفي الاستحقاق القاري، أنا أعتقد أنه الفريق اللي لا تتنبأ بما يمكن أن يفعله هذا الفريق. يعني بصراحة صحيح هناك ظروف تحيط بالكيان الاتحادي، إدارية، شرفية، مالية، اختلافات إعلامية مع الإدارة وتصفية حسابات يمكن برزت على سطح الأحداث خلال الآونة الأخيرة، ولكن إذا تحدثنا عن الاتحاد كفريق كرة قدم، أنا أعتقد لدى هذا الفريق سمات تختلف عن بقية الأندية السعودية، خصوصا في المشاركة أو في الاستحقاقات القارية. لديه روح وحماس وثقة وقدرة على مقارعة وتجاوز أي خصم مهما كان. يمكن لو استشهدنا بلقاء أمام غوانزو الصيني قبل موسمين، ما كان أعتقد أي رياضي سعودي يتوقع أن يكون الاتحاد برغم النقص الفني في عناصر قادر على إقصاء هذا الفريق الذي صرفت لخزائنه مئات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك استطاع الاتحاد من الأراضي الصينية أن يفوز على أفضل فريق آسيوي حاليا. هذه المرة يمكن رأينا الفوارق الفنية اللي كانت تميل لصالح العين في الجولة الثانية، استطاع الاتحاد أن يعني يعوض خسارته في الشوط الأول بهدف، استطاع أن يكسب وبمستوى وبروح وبثقة وبجماعية رائعة. الأخوي القطري أنا أقول لك يا تركي، صعب
وصعب المراس على الفريق الاتحادي، ولكن ما متى ما استمر الفريق الاتحادي على منوال ما ظهر فيه أمام العين من حيث الحماس والرغبة والثقة العالية في نفس اللاعبين، ربما يستطيع الاتحاد أن يخرج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية على الأقل تعادل. لأن طبعا لا أقلص من أحقية الفريق الاتحادي في الفوز، لكن وفق المعطيات الفنية على الورق أنا أعتقد الفريق القطري صعب، ولكن لدى الاتحاد ممارسة جيدة في تجاوز مثل هذه المهمات الصعبة. نتمنى إن شاء الله أنه الاتحاد يخرج من هذا المنعطف المهم فوز حتى يكمل طريق المنافسة، لأنه أنا أعتقد متى ما تجاوز الاتحاد الأخوية القطري ستتضاعف حظوظه، وأنا أتوقع للاتحاد استمرارية وتأهل للأدوار المتقدمة في هذه الله كريم يا رب إن شاء الله. ليش لا نروح للفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في الله. العميد في ضيافة الأخوية آسيويا والشباب يجند أسلحته لهزيمة ريان قطر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الكريم الفالح والأستاذ علي الزهراني، هم ضيفا حلقة ليلة الشباب يواجه الريان القطري غدا. نتابع يستضيف الشباب على الصعيد الآسيوي يوم غد فريق الريان القطري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا. الشباب يدخل هذا اللقاء عقب تعثر في مواجهته الأخيرة أمام الجزيرة الإماراتي، ويسعى الليث الذي يملك في رصيده 3 نقاط من انتصار في المواجهة الأولى أمام الاستقلال الإيراني إلى عودة روح الانتصار والوصول إلى صدارة المجموعة. الريان هو الآخر يتساوى مع الشباب في كل شيء، في النقاط وكذلك تحقيق الفوز على نفس الفريق الاستقلال وخسارة واحدة من الجزيرة أيضا. ولن يدع الريانيون هذه المباراة تمر بسهولة على الليث الشبابي. كل التوفيق للشباب ولممثلين الآسيويين. علي، الشباب والريان زميل تركي، وضع الشباب يعني محير جدا، خصوصا في الآونة الأخيرة، يعني تجد في مباراة يظهر في قمة المستوى بينما يظهر في المباراة التي تليها بمستوى يعني تضع أمامه أكثر من علامة استفهام. يعني حتى المعادلة النتائجية تأتي معكوسة بشكل غريب، يعني فاز على الاستقلال على أرضه وبين جمهوره، وفي الرياض خسر من الجزيرة بثلاثية وبمستوى باهت. هذا التذبذب الفني للفريق الشبابي قد يعجل بإخراجه من البطولة إذا لم يتدارك الجهاز الفني والإداري وضعية الفريق. إذا ما سار في رتم فني مستقر ربما يتكبد الفريق الكثير من خسائر النقاط، وبالتالي يودع البطولة سواء في الأدوار المبتدئة أو في الأدوار المتقدمة من هذه البطولة. مباراة الشباب والريان المنتظرة سيعاني الفريق الشبابي على اعتبار أنه سيفتقد لأبرز العناصر المؤثرة في قائمته، فإرناندو قد لا يشارك في هذه المباراة. الكل يعرف مدى إمكانية هذا البرازيلي في القائمة الشبابية وقدرته على صناعة الكثير من الفوارق في الكثير من المباريات. هي مباراة حاسمة، متى ما نجح الفريق الشبابي في تعويض خسارته من الجزيرة الأماراتي بفوز على الريان القطري ربما تعطيه كثير من الحوافز المعنوية والنفسية، قد يعود إلى المسار الصحيح ويضمن فرصة التأهل، لا سيما وأن جميع الفرق السعودية لا زالت تملك فرصة حمل بطاقة التأهل، لا زال هناك متسع من الوقت، لا زالت المباريات القادمة ك
كفيلة بتحقيق هذا الحلم أو هذا الأمل الذي يراود جميع المشاركين أو الممثلين لكرة السعودية. ولكن منطقيا الشباب مع بقية الفرق السعودية مستويات متذبذبة تتفاوت من فريق إلى آخر، وبالتالي سيكون هناك صعوبة واضحة على تحقيق هذه اللقب إذا ما استمرت الفرق السعودية على منوال ما تقدمه فنيا. فأنا أعتقد أنه سيكون حلم الفوز بالبطولة الآسيوية هذا الموسم ليس صعبا بل مستحيلا. طيب، في خبر مهم الآن على حساب الزميل محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة النادي الرياضية، يقول صفقة الاتحاد الأولى الموسم القادم انتقال نجم الاتفاق كانو لعرين النمور لموسم واحد بنظام الإعارة. صفقة مهمة. كانو لاعب جيد في الاتفاق جدا، وأثبت وجوده في التشكيلة الاتفاقية، وكان أعتقد أنه كان محط أنظار كثير من الأندية. وإذا نجح الاتحاد في إتمام هذه الصفقة فإنه يعتبر نجاح كبير للإدارة. حسب محمد أنه تمت خلاص، إذا كانت تمت فإنه نجاح كبير للإدارة الاتحادية. كأنه لاعب كبير، وكنا احنا استغربنا انه في التشكيلة الأخيرة المنتخب السعودي ما كان في القائمة، وكان يستحق فعلا ان يكون في القائمة في قائمة المنتخب السعودي لما قدم من مستويات جيدة مع الاتفاق، وكان فعلا شعلة من النشاط في الفريق الاتفاقي، وكان قادر على ربط الدفاع بالهجوم وعلى صناعة الكثير من الكرات الخطرة في الفريق الاتفاقي. هذه الصفقة هي صفقة جيدة، ولكن أنا أستغرب من الاتفاق أنه يستغني عن لاعب مهم مثل محمد كانو، مثل ما استغنى عن لاعبين مهمين جدا، ولما استغنى عنهم تأثر الاتفاق كثيرا. احنا نأكد انه هذا الخبر بحسب تغريدة للزميل محمد البكيري على حسابه الرسمي في تويتر. الشباب والريان، لابد انه يعرف الشباب انه فريق الريان فريق صاحب تاريخ كبير بالنسبة للدوري القطري. التاريخ يلعب مع الريان، يعني الريان حقق 14 بطولة في الدوري القطري. بالنسبة للشباب يعني آسيويا حقق كأس الكؤوس الآسيوية عام 2001. الشباب فريق متذبذب سواء في الدوري أو في بطولة آسيا، يحتل المركز الثالث يعني متساوي مع الريان في عدد النقاط، وفي حالة فوزه إن شاء الله يفوز بكرة أنه حيكون له 6 نقاط. الجزيرة اللي هو المتصدر 6 نقاط أيضا. اللاعبين الشباب قادرين على الفوز، ولكن لابد أنهم يخرجون من مزاجيتهم أنه يلعبون بروح عالية. إذا لعبوا بروح عالية فإنهم راح يحققون الفوز لا محالة، خصوصا وأن المباراة على أرضهم بين جماهيرهم. طيب خلينا نشوف حديث الكابتن وليد عبد الله حارس نادي الشباب. كابتن وليد عبد الله نجم الحراسة الشبابية. كابتن وليد، مباراة يعني آخر مباراة كانت الجزيرة الإماراتي في البطولة الآسيوية، بكرة أمامكم معترك صعب مع الريان القطري. وليد، الشباب السنة هذه عودنا في مباراة يهزم بسهولة، في مباراة أتوقع لو يلعب ضد ريال مدريد فاز. ليه وليد؟ والله شوف أخي محمد، يمكن صارت أمور ما نتكلم عنها الحين، بس صارت في أمور كثير، أن يمكن تغيرات مدربين، يمكن أمور بدأت الموسم، عناصر جديدة، عناصر انضمت لنا جديدة، في أمور يمكن في ناس ما تحس فيها زي إنك لعيبة يعني نحس فيها. أشكر يعني إدارة الشباب، أشكر جمهور الشباب، أذكر يعني كابتن عمار، يعني صراحة الأمانة يعني كم من يوم جانا هو قاعد يبذل جهده إن إحنا نظهر يعني مستوى أحلى مستوى. لكن قلت لك أخوي محمد، يمكن في أمور في المباراة هي اللي يعني تخلينا نهزم كشبابين. يمكن في أمور، يمكن إنك لعيبة
أن نهزم أنفسنا بأنفسنا، يعني الوقت اللي يمكن إحنا نسهل على نفسنا المباراة، الوقت اللي إحنا نصعب نفس المباراة. مباراة الجزيرة إحنا صعبنا أنفسنا للأمانة، يعني فاز يمكن الجزيرة بغلطنا، لكن صدقني أخوي محمد هم باقي إياب معاهم، صدقني راح نروح هناك ونفوز عليهم بإذن الله إن شاء الله. طيب كابتن وليد، نفس مباراة الجزيرة بعدها الجمهور الشبابي كان زعلان، كان مرة زعلان على الكابتن وليد عبد الله. كابتن وليد عبد الله ما حد يشك كقدرات وإمكانات أنت من أفضل حراس حتى في آسيا كإمكانات، متى ما حضر وليد عبد الله بإمكاناته في المباراة وأيضا بتركيز، يعني وحط تحت التركيز خطين، يكون وليد يعني صعب على أي لاعب يسجل هدف على وليد، بل ويفرح فرحة قوية لو سجل على وليد. بعض الأحيان تدخل عليك أهداف سهلة يا وليد، سهلة جدا، هل التركيز هو السبب يا وليد؟ والله شوف، طبيعي أنت في لعبة كرة قدم لازم يكون عندك تركيز عالي، يكون التركيز 100%، لكن قلت لك أخوي محمد أنا من منظر هذا، يعني من قناتكم، من يعني أعتذر للجمهور الشبابي، أعتذر ما ظهر منه يعني المباراة اللي راحت، صدقني هذه الأغلاط وهذه الأمور صدقني ما راح تتكرر مرة ثانية. الكل يعرف، يعني يمكن في ناس يأمنون على وليد أكثر حتى غير الشباب في المنتخب في السعودية في المنتخب، أنا أعرف الشيء هذا، يمكن هذا الشيء اللي يخليني أنا يعني أفضل جهدي أني أنا أطلع أحسن من كذا، لكن بعض المرات تكون يعني وضع أنت يعني تكون منت في يومك، تكون منت في وضعك، يعني الشيء هذا يمكن اللي يخليك يعني تحت ضغط، لكن صدقني أنا يعني منظر يعني من قناتكم أدعو جمهور الشباب إن بكرة يحضرون، حتى الشبابي وغير الشبابي، إن إحنا نقاح بكرة نمثل المملكة العربية السعودية، الشباب السعودي ضد فريق القطري الريان القطري، يعني هذا الشيء يعني بإذن الله إحنا نظهر نكون في يومنا، صدقني لما إحنا نكون في يومنا نكون في وضعنا ما في أي فريق يهزمنا. طيب وليد بكرة إذا جبت الفوز تعدي تهدي لي؟ والله شوف بإذن الله لك ولأبو جهرة. الاثنين أنا وأبو جهرة. إيه إن شاء الله. طيب بتطلع مقطع بعد المباراة ولا؟ والله شوف ان شاء الله باذن الله لو فزنا بكره مو مقاطع مقاطع جمهور الشباب صراحه يستاهلون، ان لازم احنا انا جمهور الشباب انا من منظر يعني من قناتكم اعتذر لهم ما ظهر مني المباراه اللي راحت، يعني مستوى مو مستوى وليد اللي هم امنين عليه، اعتذر لهم، لكن بكره اقول لهم شاهدوا وليد عبد الله. نروح الفاصل بعد دور الثمانية لكأس الملك يكتمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، الأستاذ كريم الفالح والأستاذ علي الزهراني هما ضيفا حلقة الليلة، وقيمت اليوم عدة مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، نشوف مباراة الأهلي والعروبي. رسمت فرقة الرعب الأهلاوية أجمل لوحة كروية في بطولتها المحببة كأس خادم الحرمين الشريفين، حين استضافوا على أرضهم وبين جماهيرهم أبناء الجو. قسم أول شهد سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض، هددوا وسددوا واقتربوا من التسجيل، والشوط الثاني يظهر من خلاله المتألق إريك ويرسل الكرة داخل مرمى رويلي رافعاً آمال جماهيره للتأهل. اخفقت قلوب المجانين، اخفقت قلوب المجانين، اخفقت. إنه إريك هو من يطربهم، هو من يسعدهم. هدف مهد للاعب القلعة كي يخترق كل دفاعات العروبة، وبقذيفة هزت الشباك من نجم اللقاء البرازيلي إريك.
قبل نهاية اللقاء يرفض البديل مصطفى بصاص الخروج دون أن يقتسم كعكة الانتصار بتسجيله الهدف الثالث، ليصعد الأهلي واثق الخطى نحو دور الثمانية ويغادر العروبة هذه البطولة وبثلاثية. بدر الفايز كو. طيب نشوف تقرير عن النادي الرائد وهجر. في الأحساء وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي وضمن لقاءات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، هجر التقى برائد التحدي وفيصل درويش يباغت أبناء مدينة النخيل ويزور الشباك مرتين. ممكن جول بيحط جول بيحط له جول أول في المباراة، أول أهداف الراد، راد التحدي ناوي التحدي أمام الهجراوي. فيصل ممتازة، يا سلام لمها صح، مشى صح، صوت صح، يا عيني عليه لمها صح فيصل وحطها صح درويش. هجر أحس بالخطر واستنفار سريع قبل نهاية الشوط الأول حتى استطاع أحمد الحضرمي تقليص الفارق. جول هجراوي أول، أبناء هجر الشيخ الهجراوي يظهر الآن ليفرح ناصيف البياوي. في الشوط الثاني وفي البدايات موندومو يحبط مخطط هجر ويضيف الهدف الثالث لأبناء القصيم. يا الله يا روعة يا كاميروني، موندومو موندومو موندومو. الفريق الهجراوي بحث عن التقليص مرة أخرى وأخذ يهاجم الرائد على ملعبه حتى استدرج بريس أصحاب الأرض وزاد مشعل العنزي الغلة التهديفية لفريقه الرائد. الثالثة ثابتة يا عنزي، الثالثة ثابتة يا مشعل. وبانتصار بالأربعة لرائد التحدي مقابل هدف لشيخ أندية الأحساء يتأهل الرائد رسميا لدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. نشوف تقرير عن الفيصلي وعبها. في مباراة امتدت لمئة وعشرين دقيقة استطاع أبناء حرمة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلبوا على ضيفهم فريق أبها. أول الأهداف جاءت بعد هفوة من حارس مرمى الفيصلي استغلها علي العلياني ليسجل هدف السبق لفريقه. يسجل الهدف الأول، خطا فاتح من حارس المرمى خالد ثلاثي، تأخر كثيرا في الإبعاد، إنه النجم الشوط الأول. الدقيقة الثمانون تشهد هدف التعديل لأصحاب الأرض وبقرار من مارسيلو نيكاسيو الذي مدد المباراة للأشواط الإضافية. نيكاسيو يسجل هدف ويحرز التعديل في كرة وفي محاولة. الدقائق الثلاث الأولى من الأشواط الإضافية تشهد مباغتة من ياسين البخيت الذي سجل هدف التقدم لفريقه. يسجل الثالث مع بداية الوقت الإضافي الأول، ثلاثة للفيصلي، ياسين مخيت. دقيقة واحدة فقط كانت كفيلة لنجم أبها علي العلياني
لكي يعود بفريقه لأجواء المباراة وبتسديدة لا ترد ولا تصد. التعديل يأتي الآن، التعديل يأتي الآن، نجم المباراة السوبر ستار علي العلياني. ضربات الحظ وضعت حدا لرواية الفريقين والتي ابتسمت لأصحاب الأرض لتنتهي مغامرة أبناء أبها عند دور 16 ويتأهل أبناء حرمة لدور 8. تعالوا نشوف تقرير عن الطائي والوحدة. استطاع صائد الكبار بأن يتفوق على غريمه الوحدة ويسجل فوزا نقله إلى دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. المباراة لم تكن حافلة بالأهداف أو بالهجمات الخطيرة، وهذا هو حال مباريات خروج المغلوب، لكن أصحاب الأرض استطاعوا عبر هجمة منظمة وبعد تمريرات متقنة ترجم صالح العتيبي مجهودات زملائه بالهدف الأول للطائي والوحيد في المباراة. جول 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 للحتماوي صالح العتيبي، كان كريما مع جمهور الحتماوي. صائد الكبار عن طريق صالح العتيبي صاد أغلى الأهداف وأجمل. محاولات الوحدويين للتعديل لم تؤتي ثمارها، استمرت نتيجة المباراة على هذا الحال حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا انتقال الطائي لثمن النهائي وتوديع الوحدة للبطولة. حنروح للفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم عن المباريات هذه بشكل سريع. في بين قوسين كاتب يتحدث عن أزمة أجندة الموسم المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. ضيفنا في ضيوف حلقتنا الليلة الأستاذ الكريم فالح والأستاذ علي الزهراني، هما ضيفان الحلقة مرة ثانية. علي، كيف شفت المباريات اليوم بشكل سريع؟ بشكل سريع نعتقد انه المتاهلين هم يعني الافضل، وذهب التاهل لمن استحق بالفعل، لانه يمكن لو اخذت المباريات اللي كانت يعني محل انظار الجماهير الرياضيه، الاهلي والعروبه والوحده والطائي، اعتقد كانت النتيجه متوقعه مسبقا بحكم الفوارق الفنيه، بالتحديد في مباراه الاهلي والعروبه. الاهلي قدم مستوى جدا رائع، بدا في رتم يعني عالي من حيث المستوى من حيث التجانس. حاول العروبة طبعا الاعتماد على الإمكانيات المحدودة من خلال وضع المتاريس الدفاعية، ولكن كما يقال كثرة الدق يفك اللحام. استطاع الفريق الأهلي في الشوط الثاني أن يحسم النتيجة بثلاثية كادت أن تكون أكثر لولا التمركز الدفاعي المبالغ فيه من قبل المدرب العرباوي. الطائي والوحدة حرصت كثيرا على مشاهدة هذا اللقاء بحكم التنافس بين الفريقين في دوري ركاء. الفريقين تركي لعبوا بالصف الثاني لأنه طموحهم التأهل لدوري المحترفين، وبالتالي قرروا خوض هذا اللقاء بالصف الثاني، وكانت مباراة جدا رائعة ومثيرة. الوحدة برغم الخسارة قدم نفسه من خلال عناصر شابة واعدة، وبصراحة اللقاء المنتظر هو لقاء الأهلي والطائي في دور الثمانية على اعتبار العقدة المزمنة التي كانت. ولكن حتى رئيس نادي الطائي بعد المباراة يتوعد الأهلاويين في هذا اللقاء يعني بذكريات الماضي، الماضي طويت صفحته. أعتقد الفريق الأهلاوي الآن يسير بثبات قادر على وصول إلى المباراة النهائية
وقادر أيضا على تحقيق اللقب متى ما كانت الأمور تسير وفق ما رأيناه في هذه المباراة تحديدا. أبو هيا، هم الأهلي والرائد هم اللي ضربوا بقوة في المباريات اليوم. الأهلي فاز بالثلاثة، الرائد بالأربعة. كنا نتوقع من هجر بما أنه متصدر دوري الدرجة الأولى يقدم مستويات جيدة أنه يقدم مستوى أفضل في مباراة اليوم، لكن الرائد رغم أنه يعني في ظروف غير مناسبة لأنه يحتل المركز قبل الأخير في الدوري، فحب أنه يعوض وسجل أربعة أهداف، وهذه نتيجة كبيرة بالنسبة لهجر اللي يتصدر دوري الدرجة الأولى. الطائي طبعا فاز بالقاتل، بالهدف القاتل في الدقائق الأخيرة أو في الثواني الأخيرة. بالنسبة للفيصلي طبعا فاز بضربات الجزاء، وهي ضربات حظ أو اسمها ضربات ترجيح، وهي تعتبر ضربات حظ بالنسبة للفريق. لكن يعني احنا في دوري الثمانية راح يكون هناك مباريات قوية اللي وأقواها طبعا الهلال والشباب، طبعا راح يكون فيه الفيصلي والاتفاق والاتحاد والرائد والطائي والأهلي، وإن شاء الله نشوف مباريات أقوى وأقوى في المراحل المقبلة. طيب علي، البطولة هذه واحدة من البطولات المفضلة للأهلاويين، تجد أنه الأهلي بإمكانه يعني بعد هذا الموسم الغير متزن فنيا انه ممكن يختم هالموسم ببطوله؟ من الممكن ذلك. تركي الاهلي يعتبر من اعمده واضلاع كره القدم السعوديه الاكثر قوه، ولكن ما حدث هذا الموسم يتنافى مع ما كان عليه الفريق خصوصا قبل موسمين. الامكانيات متوفره فنيا عناصريا، ربما يمكن كانت نقطة الاختلاف مع المدرب بيريرا في الجانب اللاعب الأجنبي. يمكن الآن البرازيلي إريك أوليفيرا بدأ يشكل صناعة فارق قوي في توليفة الفريق، ولكن يمكن من ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع في الدوري بدأ الفريق يستعيد توازنه بشكل كبير، بدأ الرتم الفني والنتائجي يسير في الطريق في الاتجاه الصحيح. أعتقد الأهلي لديه القدرة، خصوصا أن هذه البطولة تعتبر من البطولات المحببة لدى لاعبيه أولا ولدى إدارته وأعضاء شرفه وجماهيره. قادر الأهلي ربما، وهذا توقع شخصي، أن يكون الأهلي هو الضلع الثابت في النهائي. طبعا كرة القدم قابلة لكل الاحتمالات، ولكن وفق المعطيات الفنية وفق الروح المعنوية التي أراها وأشاهدها في اللاعبين، أعتقد أن الفريق الأهلاوي سيكون له حضور قوي بالوصول إلى هذه النهائي، إلى هذا النهائي والمنافس عليه والفوز فيه. طيب احنا قبل ما نختم الحلقة، في بيان او توضيح من الأستاذ عادل جمجوم، حصلنا على نسخة منه، راح يخرج البيان لوسائل الإعلام، لكن احنا حصلنا على نسخة من هذا البيان او التوضيح ان جازت التسمية عن طريق مصادرنا. يقول البيان: حرصا على توضيح الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام والجماهير الاتحادية الوفية، بعد أن سعى البعض إلى إطلاق حملة من الشائعات التي تشكك بالعمل الذي قمت به وزملائي في مجلس الإدارة خلال فترة تكليفي برئاسة النادي بعد استقالة الرئيس السابق المهندس محمد فايز، من خلال قيام البعض وخصوصا في الوسائل الإعلامية بمحاولة تصوير بأن هناك مبالغ غير معروف مصيرها تم استلامها من أحد أعضاء الشرف الداعمين للنادي أحمد كعكي، وما إلى ذلك من غمز ولمس في هذا الاتجاه لأهداف معروفة ولا تخفى على أي متابع للشأن الاتحادي. ومن هذا المنطلق فإنني أود أن أوضح التالي: أولا، فيما يخص مبلغ 1,700,000 ريال التي تم الادعاء بأنه تم تسليمها للنادي خلال فترة التكليف، فأود إيضاح ما يلي بعد إفادة أمين الصندوق شفاهة: واحد، تم تسجيل المبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي نقدا بموجب سند قبض رقم 4638 وتاريخ 25/8/2012 عن طريق عضو الشرف الأستاذ أحمد محتسب، الذي أفاد في وقتها أنه من بين هذا المبلغ 1,000,000 ريال دعم من شخصية داعمة لا تريد ذكر اسمها آنذاك، والمبلغ الباقي وقدره 400,000 ريال عن طريقه. تم تسجيل مبلغ
وقدره 700,000 هذا ثانيا، تم تسجيل مبلغ وقدره 700,000 ريال بموجب سند قبض رقم وتاريخ عن طريق مندوب الشخصية الداعمة التي أرادت عدم ذكر أسمها في ذلك الوقت، وبحضور عضو الشرف الأستاذ أحمد محتسب، وعليه ومن خلال تواريخ استلام النادي لهذا الدعم يتضح بأن هذه المبالغ تم تسليمها أثناء فترة رئاسة المهندس محمد فايز لمجلس الإدارة ولصاحب الحق، إما في مخاطبة المقام الرئاسة أو مخاطبة الإدارة المالية في النادي لمزيد من الإيضاح. ثانيا، وفيما يخص المبالغ التي تم التبرع بها عن طريق عضو الشرف الأستاذ أحمد كعكي أثناء فترة التكليف، فإنني أرفق لكم جدول يبين التفاصيل الكاملة بخصوص هذا المبلغ، وحاطت بيان بإجمالي المبالغ الخاصة بالأستاذ أحمد كعكي والأستاذ انمار الحايلي وأوجه صرفها الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، والتي تم دفعها للشكاوى المقدمة في لجنة الاحتراف، ومستحقات اللاعبين ورواتبهم والمدربين والمساعدين ومصروفات الفنادق والعهد الخاصة بالفريق الأول، وحاطط عدد من الجداول. هذا التوضيح راح يكون على تويتر برنامج كورة بعد الحلقة لإطلاع المشاهدين والمتابعين. راح نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل بكرة، بس وقت الحلقة انتهى. علي، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، نتمنى نشوفك في حلقات قادمة. شكرا جزيلا. شكرا يا تركي، شكرا لك وللزميل العزيز. بويا شكرا جزيلا لك. شكرا تركي، وشكرا للمستمعين والمشاهدين ولجميع طاقم البرنامج. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.